بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين. شكرا السيد الرئيس. إن خطورة الظرف الحالي في غزة تفرض علينا الارتقاء بسقف مواقفنا الجماعية وتدعيمها بإجراءات وتدابير ومبادرات تستجيب لاستنتاجات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين، وتضع حداً لمظالم ومعاناة ومآسي ومغاب عدوان خرق كل الثوابت والضوابط الأخلاقية والسياسية والقانونية، عدوان يصعب وجد الكلمات التي تصفه على واقعه وتنعته على حقيقته. لقد آن الأوان لأن ندرك بأن عبارات الإدانة والاستهجان وحدها لن توقف الإبادة الجماعية والتصفية الممنهجة الدائرة رحاها في قطاع غزة. فالمطلوب أولاً هو تحرك فعلي وفعال على جميع المستويات المتاحة لنا لتكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وكف سبل تجبره واستقوائه على الضعفاء والأبرياء. كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن يبدأ عهد محاسبة ومساءلة ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني هنا بإرادتنا وبالتزامنا وبفعلنا. وكان من المفروض والمنتظر والمأمول أن ندعم دعماً لا تردد ولا لبس فيه قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، كما سبقنا في الدعوة إلى ذلك الاتحاد الإفريقي قبل بضعة أيام خلت. وكان من المفروض والمنتظر والمأمول أن نرقى بموقفنا إلى مستوى تضحيات ومعاناة أهلنا في غزة الذين كانوا ينتظرون منا أضعف الإيمان المتمثل في فك كل الارتباطات المخلة بنصرتنا للقضية الفلسطينية. ولذا نأسف بالغ الأسف لتجريد وتفريغ مشروع القرار المعروض أمامنا من كافة هذه الإجراءات الجدية والجادة، وهو ما يحرم اجتماعنا هذا من بلوغ مقاصده ومراميه ويفقده حقا معناه ومغزاه. أما المطلوب ثانيا فهو تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار تدابير عقابية حازمة تضع حداً نهائياً للاستثناءات والتفضيلات والتمييزات والامتيازات المجحفة التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي بصفة حصرية دوناً عن غيره من أعضاء المجموعة الدولية. والمطلوب ثالثاً وأخيراً هو العمل على تحصين حل الدولتين عبر السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، والتوجه دون تأخير نحو المطالبة بعضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. تلكم هي الأهداف التي تفرض نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين، وتلكم هي الأولويات التي ترافع من أجلها الجزائر من موقعها
بمجلس الأمن بكل أمانة وبكل إخلاص وبكل التزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين وتجاه قضيتهم وقضيتنا وقضية الأمة الإسلامية جمعاء. وشكراً.